لو انت من محبين العلوم والطقس والمناخ، فاحب اقولك ان في قمتين من القمم التلجية طولهم 2600 قدم يعني 800 متر اختفوا. ازيكم عاملين ايه؟ برحب بيكم في حلقة جديدة من قناة المتواضع الجميل. نفتح البيبسي بقى ونبدأ. الطقس بيتغير دايما، شوية شتاء شوية خريف شوية صيف، محدش عارفله ومش عارفين نحدد احنا في انهي فصل. عندك مثلا كل 10 سنين بتزيد الحرارة بمعدل 3 إلى 5 درجات مئوية في الصيف، وبتقل من 3 إلى 5 درجات في الشتاء. درجة الحرارة النهاردة ضعف درجة حرارة من 200 سنة. في نظريات بتتوقع إن درجة الحرارة بتزيد من 1.4 درجة إلى 5.8 درجة سيليزية من سنة 1990 لسنة 2100. العلماء ادوا للقمم الجليدية على الأرض عمر 5 سنوات وتختفي. الكلام ده في دراسة اتعملت من 1000، بس تغيير المناخ قضى عليهم في وقت قياسي جدا. المناخ واحد والعلماء صفر. وكالة ناسا نشرت صورة عن اختفاء قمتين من الجبال التلجية، جزيرة أليسمير المتجمدة في القطب الشمالي الكندي، قمم خليج سانت باتريك اختفوا فين محدش يعرف. بس العلماء قلقانين على الكوكب اللي هيروح في 60 داهية على دماغنا ده. مارك سيريز مدير المركز القومي لبيانات الجليد قال: عندما زرت القمتين الجليدتين في أول مرة شفتهم كأنهم قطعة من المناظر الطبيعية الغير قابلة للزوال. أنا في ذهول تام، مش أنا اللي مذهول، ده هو. مشاهدتهما تختفيان في 40 سنة. المهم القمم الجليدية دي بتغطي 19300 ميل، ما يعادل 50000 كيلو متر مربع على الأرض. أغلب القمم دي بتكون على ارتفاعات عالية في المناطق القطبية. المركز القومي لبيانات الجليد والسلوب قال ان فقدان الغطاء الجليدي للارض لا يساهم فقط في ارتفاع مستوى البحر، ده كمان بيقلل من نسبة الاسطح البيضاء العاكسة على الكوكب، وده بيؤدي لمزيد من امتصاص الحرارة على الكوكب. القمتين دول بيبلغ ارتفاعهم 2600 قدم يعني ما يعادل 800 متر فوق هضبة هازن في جزيرة أليسمير الكندية، منطقة اسمها نونافوت، وكانوا موجودين منذ مئات السنين، بس فريق البحث ما كانوش متأكدين لأقصى حد في القمم دي. سنة 1959 كانوا القمتين غطوا 3 أميال مربعة أي ما يعادل 7.5 كيلو متر و12 ميل مربع ما يعادل 3 كيلو متر على التوالي. سنة 2017 فريق البحث راح مرة تانية ولقوا أن التكوينات الجليدية دي تقلصت 5% من حجمها الطبيعي. والأستاذ سيريز المؤلف الرئيسي لدراسة عام اللي انتشرت في مجلة كرايوسفير ان القمتين دول هيختفوا بعد 5 سنوات يعني في 2022، والفيديو ده انا بصوره في 2020 والقمتين اختفوا. فربنا يسترها على الكوكب ويسترك انت كمان، وما تنساش تتفرج على الفيديو ده والفيديو ده وتعمل لنا اشتراك هنا.